شكرا لكم وأشكركم. أنا سعيد هنا كي أكون بينكم. دعوني أسألكم سؤال. إنه يوم حار في باريس، إلا أنه يوم شديد الحرارة في إيران، وألا تشعرون بأن لحظة التغيير قريبة في إيران؟ وأنتم أيها الشعب، وأنتم من تجعلون هذا التغيير منطقيا وحقيقيا. أنتم هنا وأخوانكم في إيران. عندما كنت أكبر كان عندما كنت صغيرا كان هناك غنية لبوب ديلان تقول: لا داعي لأن تكون خبيرا جويا كي تعلم من أين تأتي رياح التغيير. ونحن هنا نعلم أن رياح التغيير هي ليست فقط حتمية في إيران، إلا أنها متسارعة للوصول إلى النهاية الحتمية. كل في النظام وما حول النظام يتغير من سياسات وشعب، إلا أن سياساته لم تتغير. فعلينا فمثلا منذ آخر الأحداث، النظام الإيراني ما زال يصدر الإرهاب إلى اليمن والأرجنتين وسوريا، وهذا لم يتغير. لكن ما تغير حقيقة هو ما يحصل في قلوب وعقول وفي شوارع وأسواق إيران. ما يحصل الآن، أن العملة الإيرانية تنهار، فعملة الريال تنهار بسرعة أكثر من سرعة النظام، وهذا شيء سيء للشعب الإيراني، إلا أنها تضحية هم مستعدون لبذلها. فلدي رسالتين الآن. الأولى هي إلى مقاتلي الحرية في إيران: نحن ندعمكم ونحن نقف إلى جانبكم. ونحن سنحرك أقمارنا الصناعية لأجلكم، وسنغلق الشركات التي تتعامل مع النظام، لكن لا نستطيع أن نقود طرب الحرية كما ستقومون أنتم، لأن هذا خياركم الشخصي. نهاية أقول للقمعيين في إيران وللنظام الإرهابي والمجرمين الذين يعتقلون ويعذبون مواطنيهم، هذا الأمر ليس منذ 100 عام. نحن لدينا القدرة على محاكمة هؤلاء وجلبهم إلى العدالة. لدي تجربة صغيرة في ذلك. هناك أشياء تقول اسمها دلائل وشهود ودلائل رقمية وحسابات وشهود. وأقول لكم أن هناك يوم أن التغيير الديمقراطي لن يحدث فقط لوحده، بل أيضا المجرمين أنفسهم سيتم محاسبتهم بسبب جرائمهم ضد الإنسانية أمام المجتمع المدني. They will be brought to justice, and they will make the current international criminal court look like a traffic court. ونحن نؤكد لكم أن بسبب كثرة المجرمين ستكون محكمة العدل الدولية أشبه بمحكمة مخالفات السير. Thank you, sirs.